السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساكم بخير. وش مسوين؟ وش علوم اليوم؟ بتكلم عن بعض الأشياء ممكن تخصك أنت كشخص تتابعني، فإذا حاب أنك تجلس تابع المقطع كامل. في البداية أبغى أتكلم عن التخاتيم في القناة. بديت التخاتيم تقريبا قبل سنة أو سنة ونص، واستمريت عليها لأني كنت جدا معجب في الموضوع وقاعد أكمل فيه. مو معناته إني طفشت الحين وصرت مرة مالي خلق أسويه، لكن حسيت إنه الناس بدأت تطفش من الموضوع، فراح يصير في تغيير. التخاتيم ما راح تنزل زي ما هي موجودة الحين. آخر تختيمين راح ينزلون بالقناة اللي هو ذا إيفل وذن وبوردر لاندز ذا بريسيكت. للعام الباقية مو معناته إنه ما راح تنزل في القناة، معناته راح تنزل بطريقة ثانية. ما راح تقدر تدخل القناة وتشوف تختيم كامل للعبة، راح تشوف مقطعين ممكن 5 مقاطع للعبة بس. مو معناته إني راح أختم اللعبة وبعدين أنزل لك المقاطع. تقدر تشوف المقاطع هذه في البث المباشر. قناة البث المباشر موجودة تحت في الديسكريبشن، اضغط عليها وسوي فولو هناك. وإذا حاب مرة سوي سبسكرايب ب20 ريال في الشهر. وش المقصود من هذا؟ قناة البث المباشر راح ألعب اللعبة إذا نزلت. مو بشرط إني ألعبها في اليوم اللي تنزل فيه، ولا بشرط إني ألعب اللعبة بعد ما تنزل ب3 شهور. معناته إني راح ألعب اللعبة، مو بشرط إني أختمها في نفس الجلسة. ممكن أختمها اليوم، ممكن أختمها بكرة، ممكن أختمها الأسبوع الجاي. يعني راح أخذ راحتي جداً 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 في اللعبة. لكن تقدر تشوف اللعبة كاملة في البث المباشر. بعد ما أخلص البث المباشر وأخلص كل شيء، راح أجمع المقاطع اللي سويتها، راح أجمع الأشياء المهمة، الأشياء اللي تضحك، الأشياء اللي ممكن تعجب الشخص اللي تابع او اللي يبغى الزبدة من اللعب. الفكرة كلها من المقطع هذا، والفكرة كلها من الكلام اللي جالس اقوله، انه اغير توجه القناة للافضل ان شاء الله. ان شاء الله ان يعجبكم، ان شاء الله ان يكون اريح بالنسبة لكم واريح بالنسبة لي. اعبي القناة مقاطع لها هدف، وما لها هدف ما احس انه له اي داعي ابدا. راح ابدا انزل مقاطع ان شاء الله انها تعجبكم انتم. مو معناته راح اوقف سلاسل معينه وراح اوقف الشيء الوحيد اللي راح يتغير، انه ما راح يصير في تختيم كامل للعبه. راح يكون في بعض المقاطع الاحداث المميزه اللي صارت. لو تذكرون مقطع ايفل وذن اللي نزلته، كان اوكي كان ساعه، لكن في بس الزبده اللي صارت، لان التختيم كله اخذ، او الحلقه هذيك بس اخذت مني 2 ساعة وشوي. نزلت لك، اعطيتك ساعه واحده بس تتابعها. ممكن انزلها اقل من كذا بعدين، اذا حسيت ان الناس تبغى تتابع بس الزبده في الموضوع. شيء يخص قناة البث المباشر، الناس كانت متعوده انه يكون في جدول للبث المباشر، وكانوا متعودين انه يصير في بث يوميا ما عدا يوم واحد في الاسبوع. باذن الله من بدايه الشهر الجاي اللي هو شهر نوفمبر او شهر 11 ميلادي، راح نسوي جدول يعجب الكل ويناسبني انا ويناسبكم انتم كاشخاص تتابعون. البث المباشر باذن الله راح يكون يوميا ما عدا يوم واحد، احتاج يوم واحد راحه، ما اقدر اسوي كل يوم بث. وراح يصير في التحديات اللي اتذكر ايام التحديات، كان في تحديات جدا جدا ممتازه. راح انزل مقطع عن ذا الموضوع يخصه بعدين. الناس من زمان تطلب مني اني انزل مقاطع مع الشباب. باذن الله راح احاول ارجع المقاطع هذه، منها جيريز مود، منها ديزي، منها ارما 3، منها والالعاب الجماعيه اللي تضحك، اللي تخلي الناس ترجع تتابع المقطع وتشوف المقطع وتتحمس عليه، وتخليك انت كمتابع تنبسط في الموضوع هذا. بس اعطوني فتره بسيطه. شيء اخير ابغى اتكلم عنه، احس انه ودي ارجع اتواصل معاكم انتم يا الناس اللي يتابعوني. احس اني مقصر من ناحيه الشيء هذا. ادري ان في ناس مقصر، عارف اني مقصر. يعني مو معناته انه راح انزل اسال اشي جيم، اليوتيوب مليان اسال فلان، فراح انزل شيء جديد. مقطع راح اخليه بشكل اسبوعي، راح احاول اخليه بشكل اسبوعي. لسه ما اخترت اليوم ولا اخترت الفكره ولا شيء. مقطع اتكلم فيه اما عن حياتي انا، ايش صار لي، ايش ما صار لي، عن الابتعاث. المقطع اللي لسه ما نزلته، ابغى انزل تجربتي بالابتعاث ولسه ما نزلته. ما راح يكون في اسئله، ممكن اخذ بعض الاسئله واستفسرها واخذ منها وارد عليها، لكن ما راح يكون مقطع اسئله بس اسال فلان ورد على السؤال والجواب. احس انها سخافه صارت. صحيح انه كان في صندوق البريد من قبل، لكن اعتقد اني رديت على كل الاسئله. هذا اللي كان عندي اليوم. يعطيكم الف عافيه، ما قصرتوا. اذا عجبك المقطع عطني لايك. يعطيكم الف عافيه، اشوفكم ان شاء الله في اقرب مقطع. تيك كير، كيب سمايلينج. السلام عليكم.